دلوقتي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك. من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستورا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الجانبين توافقا في هذا الصدد على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع مع استمرار الهجوم الإسرائيلي العنيف على القطاع. هذا وتحاصر القوات الإسرائيلية المستشفيات في شمال القطاع بما في ذلك مجمع الشفاء. وقال أفراد الطاقم الطبي إن المستشفيات تتمكن بالكاد من رعاية من بداخلها مع وفاة 3 أطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء، فيما يواجه المزيد الخطر في ظل انقطاع التيار الكهربائي وسط قتال عنيف في المنطقة المحيطة بالمستشفى. أكدت الحكومة النيوزيلندية أن 11 نيوزيلنديا غادروا غزة ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية أن فريقا قنصليا نيوزيلنديا استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم، مؤكدة أن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث مباشرة بمشاركة طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت على مقربة من موقع الحادث، مشيرة إلى أن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ حسبما أعلنت الرئاستان الفرنسية والإسرائيلية. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تطرق في حديثه إلى التقييم الذي قدمته الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن تدهور الوضع الإنساني بشكل مستمر في غزة، مشيرا إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة لا سيما فيما يتعلق بوصولها وحماية العاملين في المجال الإنساني والسكان المدنيين. وأكد ماكرون مجددا أن من الضروري الآن فتح أفق سياسي، معتبرا أن تلبية تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل هي وحدها التي ستسمح بضمان السلام الدائم في المنطقة. شهدت البلدات الحدودية الجنوبية بلبنان تصعيدا عسكريا غير مسبوق على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، حيث نفذ الجانب اللبناني عمليات قصف مكثفة لأهداف إسرائيلية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق بكافة القطاعات الثلاث في الجنوب الشرقي والغربي والأوسط. واستهدف الجانب اللبناني بالأسلحة تجمعا لجنود إسرائيليين في القطاع الشرقي. وقصف الجانب اللبناني أيضا سكن ذرعية العسكرية الإسرائيلية بقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعا لمشاة بالجيش الإسرائيلي في بركة ريشة بالأسلحة. ووصل القصف الإسرائيلي إلى نطاق أوسع من المناطق التي تم استهدافها على مدار الأسابيع الماضية.
ورياضيا، فاز ليفربول على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وأحرز محمد صلاح وديوغو جوتا أهداف اللقاء ليرفع ليفربول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.